على إطار تسجيل تجاوزات كبيرة من طرف بعض مالكي تصرفات مالية كبيرة في الحجم خاصة، وكذا على إطار تجاوزات المسجلة في إجراء تعديلات على السيارات بطريقة غير قانونية ومبالغ فيها، مما يسبب الفوضى والضجيج وإزعاج الساكنة حتى في أوقات متأخرة من الليل على بعض المسالك في ولاية الجزائر. وبعد تسجيل احتجاجات المواطنين وشكاوي المتعددة وصلت إلى مختلف المسالك في الولاية، تقرر بعد اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الجزائر بإصدار قرار ولادي بضعنية السيد الملك. هما في الحقيقة قرارين، واحد متعلق بالدراجات النارية من حجم 125 سنتيمتر مكعب فما فوق، أكبر من 125 سنتيمتر مكعب، يقضي بمنع تحرك هذه الدراجات ابتداء من الساعة 10 ليلا إلى غاية 6 صباحا على مستوى جميع مسالك ولاية الجزائر. بالنسبة للسيارات التي يحدث عليها تعديلات بدون ترخيص مسبق وطبقا للقوانين قانون العقوبات وقانون المرور رقم 281/04، فقد أكد هذا القرار على العقوبات التالية بخصوصها، وهي الحجز لمدة تتراوح بين 8 أيام إلى غاية 15 يوم مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة. هذا التطبيق راح يكون ابتداء من اليوم الثالث من العيد مباشرة. ندعو الإخوة ملاك هذه المركبات حرص على عدم الوقوع في هذه المخالفات والسهر على راحة المواطنين عامة واحترام شروط وظروف سير المركبات المملوكة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.